معانا المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. مهندس ياسر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. مساء الخير، حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم، أهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك. طبعا مش محتاجة أشرح لك القصة لأن مصر كلها سمعتها من امبارح. سؤالي لحضرتك، مين اللي بإيده استبعاد شهد أو استمرارها إنها تطلع الأولمبياد؟ وحضرتك في تحويل لجنة القيم بناء على الشكاوي المقدمة، يعني مين اللي قدم ولجنة الشكاوى المقدمة؟ من مين؟ في حضرتك جالنا جواب من وزارة الشباب والرياضة بيطلب مننا التحقيق في الواقع. ماشي. فاحنا حولنا الموضوع للجنة القيم. لجنة القيم دي حضرتك مكونة من هيبقى أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسها، واثنين مستشارين قانونيين واثنين محامين. قضاء، اثنين قضاء يعني واثنين محامين. ايوه. مهندس ياسر، حضرتك سمعت شهد قالت ايه؟ سمعت شهد قالت ايه، وسمعت جنة قالت ايه، وقريت يوسف قال ايه. انا الحقيقه ماليش في الفيسبوك قوي يعني، انا بس اكيد ممكن يبعتوا أكتب لحضرتك حاجة. لان الموضوع من امبارح لا يعني. لا لا، انا ممكن يعني لا اتابع يعني، انا عندي صفحه برضو كل حاجه، بس انا يعني مش مهتم قوي بالقصه بالتفصيل يعني الفيسبوك يعني. انما طبعا لما المواضيع دي اثيرت احنا بنتابعها. الكلام كله من ناحيتين متناقض الحقيقه حتى الان، فاحنا عايزين نقف على الحقيقه بس. يعني لغايه دلوقتي يعني مثلا شهد بتقول دلوقتي ان مفيش تقرير حكم، وجنه بتقول ان في تقرير حكم. فين بقى التقرير اذا كان موجود؟ طب سيبيني حضرتك ارد يعني. اتفضل. بعد اذنك يعني، لو في تقرير، لو مفيش تقرير حكم بناء عليه اتخذت العقوبه. تاني يا فندم، معلش. العقوبه حضرتك يا فندم لازم تتم بتقرير الحكم ومراقب المباراه. فاذا ما كانش في تقرير حكم العقوبه اتخذت على اساس ايه؟ دي الامور يعني مش عاوز اخش ايه الصح وايه الغلط ومين الصح ومين الغلط، لان الكلام ده هيثبته التحقيق، والتحقيق هيبقى سريع جدا. فانا مش عاوز اخش في التفاصيل الدقيقه، لان انا مش طرف ان انا اقعد اسمع التفاصيل، لان انا شكلت لجنه قانونيه هي اللي هتبحث الموضوع. طيب مهندس ياسر، وبناء عليها هناخد القرار. اتفضل. ايوه مهندس ياسر، لما تكون لاعبه غلطت غلطه من غير قصدها وهي بتقول الفيديو موضح، دي ما فيهاش كذب بقى، دي مش كلمه جنى قصاد كلمه شهد، هي في الفيديو اللي قدام مش اللي ورا، في حين ان السوشيال ميديا مفكره ان هي اللي ورا، لان السوشيال ميديا دي مش معقول تبقى طول الوقت اداه ضغط في الصح وفي الغلط. لما تكون لاعبه غلطت وحضراتكم القائمين على الموضوع طلعتوا ضدها ثلاث عقوبات والبنت التزمت بيهم، هل هنجلدها؟ مين القائمين يا فندم؟ الموضوع ده حضرتك اتحاد الدراجات من شهر 4 في ابريل، احنا ما عندناش خلفيه عنه لان دي امور داخليه فنيه في الاتحاد. ما انا مهندس ياسر بقول قائمين على الموضوع، ايا كان القائمين على الموضوع. لا حضرتك لازم يبقى في تسلسل للموضوع، اصل كلمه قائمين على عمومها كده ان احنا كمان مسؤولين عن القصه. حضرتك اتحاد الدراجات. لا انا ما بقولش ان حضرتك مسؤول عن القصه مهندس ياسر، احنا ما انا هقول لحضرتك التسلسل، بس هقول لحضرتك التسلسل. الاتحاد الدراجات حضرتك هو اللي منوط بيه اداره اللعبه فنيا ويعاقب ويعمل كل حاجه. انا رئيس اتحاد السباحه وعندي 6 العاب، منهم كره المايه، وحضرتك لو متابع رياضه كره المايه لعبه عنيفه جدا. فلازم يبقى في ضوابط وقوانين ولوائح بتحكم اللعبه. يعني النهارده لو احنا لعيب ضرب لعيب جوه الملعب، في لعيب بيضرب قاصد ولعيب بيضرب غير قاصد. ايوه. لو غير قاصد بيطرد، واللعيب القاصد هنتكلم على كره القدم اللي كل الناس تعرفها. لو انا لعيب بيضرب لعيب في الملعب قاصد بيطرد، ولو لعيب بيضربه غير قاصد برضه بيطرد. بس الفرق بين الغير قاصد ان عقوبته بعد ممكن ياخد مباراه او اثنين، انما اللعيب اللي قاصد ممكن ياخد سنه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. ده كره القدم. وبالتالي تقريبا اللوائح بتبقى بنفس الشكل ده. يعني انا عندي اللعيب اللي يضرب لاعب في الملعب وحشيه بياخد من 4 ماتشات الى ما لا نهايه. يعني في لعيب الضربه ممكن تكون من غصب عنه فبياخد 4 ماتشات، وفي لعيب قاصد يضرب زميله بياخد اكتر من كده بكتير. فالوضع مفهوم هنا عشان نقدر نحكم على هذا الموضوع لازم نشوف اوراقه، ونشوف الاتحاد الدرجات خد القرار بناء على ايه، ونشوف التقارير اللي موجوده، وبناء عليه ناخد القرار كلجنه، واللجنه دي ترفع بعد كده لمجلس الاداره. كل ده في خلال يومين بالكتير، يوم الاحد هيعلن النتيجه، هيرفعوا لمجلس الاداره الموضوع، وبالتالي مجلس الاداره يستطيع ياخد قرار بعد ما يطمئن قلبه للجنه القانونيه. زي ما قالوا هيكون في بيان رسمي يوم الاحد. بالظبط يا فندم.
طيب إيه انا بس انا مش عاوز ما اقدرش اتكلم في التفاصيل لان انا لو اتكلمت في التفاصيل مهندس ياسر مهندس ياسر ممكن حضرتك بس مندي دقيقه انا مش عايزه حضرتك تتكلم في التفاصيل ولا انا من نوع الاعلاميات او البرامج اللي بتبقى عايزه تزنق الضيف انا عايزه اقول لحضرتك نقطه انا عارف حضرتك كويس وبقدر برنامجك ربنا يخليك انا عايزه اقول لحضرتك نقطه ارجوك ارجوك خدها بعين الاعتبار من الناحيه العمليه بتاعتكم ومن الناحيه الانسانيه مهندس ياسر وحضرتك تعلم جيدا انه دلوقتي احنا عندنا في حاجه اسمها سوشيال ميديا شئنا ام ابينا الناس بتتكلم ما ينفعش كل ما يحصل حاجه او يطلع فيديو فحد يسبق ويشتكي او ما يسبقش ويشتكي يحصل ضغط علشان حضراتكم تبرئوا نفسكم او تثبتوا الحقيقه او تتحركوا بسرعه نظلم بني ادمه ده رضي مش عشان نرضي السوشيال ميديا اللي الاسبوع الجاي مهندس ياسر هفكرك هيكون عندهم قصه تانية يحكوا ويتحكوا فيها نظلم واحدة لو مشينا في هذه الحياة وفي هذه البلد بأن السوشيال ميديا مش عاجبها فلان ومش عاجبه فلان وهم اللي قالوا ده غلطان وهم اللي قالوا لنا وهم اللي ما حدش اشتغل أنا مش هشتغل في البرنامج حضرتك مش هتبقى رئيس لجنة لأنك حضرتك مش هيرضوا عن أدائك اللاعبة دي مش هتروح تشتغل مش هتروح تلعب البطولة بتاعتها هيبقى بقى السوشيال ميديا بتحركنا ده اللي أرجو من حضرتك ما تحطهوش في عين الاعتبار زمان لما ما كانش في سوشيال ميديا كان يقول لك قضيه راي عام لما بتكون القضيه بكبرها وصلت للراي العام النهارده احنا كل حاجه كبيره او تافهه بتبقى راي عام فارجو من حضراتكم السوشيال ميديا مش عشان واخده من الاخر صف جنه اللي طلعت اتكلمت من الاول انه احنا ننجرف لهذا الاتجاه ارجو انا عارفه واعلم ان حضراتكم افاضل واساتذه كبار وفي محققين قائمين على الموضوع ارجو ان شهد ما تتظلمش لانه اذا هي خدت 3 عقوبات وانا غير خبيره بده خلاص خدتهم يشوفوا عقوبتها ايه ما ياثروش عليها في اولمبياد باريس لانه ده مش بس هتاثروا عليها هياثروا كمان على اللاعبين في باقي المنتخب ارجو بس من حضرتك حط لي بس تحت ده 1000000 خط فقط لا ارد على حضرتك اتفضل رد براحتك اول حاجه كلام حضرتك سليم 100% ما ينفعش ان السوشيال ميديا تحرك قرارات بالظبط وبالتالي احنا حضرتك ما اتسرعناش في قرار صحيح احنا الامر بندرسه علشان نطلع اولا لازم القانونيين دول منهم 2 قضاة حضرتك فلازم ونعم. هيبقى القرار صحيح 100% وبالتبعية زي ما بقول لحضرتك احنا هنسمع من كل الاطراف صح وهنشوف الواقع بالظبط وهنشتغل عليها قانوني ويعرض على مجلس الإدارة صحيح صحيح وانا صحيح. مع حضرتك 100% ان السوشيال ميديا ما هتطلع لنا قصه جديده طبعا لا تتحكم ابدا في قراراتكم صح لا صح. انا بقالي 6 ايام كل يوم عندنا قصه وكل يوم بنحلها بالظبط يعني انا عايش الموضوع اللي حضرتك بتقولي ده كويس ايوه ارجوك ارجوك شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا مهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه شهد لو لسه موجوده شهد كانت عايزه تسال مهندس ياسر حاجه ولا كانت عايزه تضيف حاجه؟ كانت عايزه تساله الو طيب قولي لي يا شهد كنت عايزه تسالي حاجه؟ شهد كنت عايزه تسالي حاجه؟ الو الو ايوه سامعاني؟ اه سامعاكي يا حبيبتي. كنت عايزه اقول ان هو يعني يرضي الطرفين واول حاجه هو زي بابايا يعتبرني ان انا بنته وهي بنتي. صحيح. ماشي وانا فعلا ما كانش قصدي ان اعمل كده وان انا يعني كان لسه نفس الماتش بحاجه كويسه. ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. ولازم احنا الاثنين يعني ايه نتراضى. اكيد اكيد يا شهد اكيد اكيد حبيبتي. ربنا معاكي واحنا معاكي لو في اي حاجه تليفوناتنا معاكي وان شاء الله متابعين معاكي لحد ما يخلص الموضوع ويتحل على خير وكوني قويه شكرا ليكي جدا طيب اخر مداخله في هذا الموضوع معانا اللاعب يوسف زكي لاعب منتخب مصر الدرجات واللي طبعا كتب وقال ان هو شاهد على الازمه ازمه شهد وجنه شاهد عيان من الازمه الاولها الاخيره فهو معانا على التليفون دلوقتي كابتن يوسف ازيك اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بحضرتك انت حضرتك كاتب على الفيسبوك انك كنت شاهد على الموضوع كنت في نفس السبق ايوه كنت موجود طيب ممكن تقول لي يعني شهادتك او اللي شفته حضرتك كان الحادثه دي عباره عن اول حاجه نحكي عن الحادثه ان الناس طبعا بتتكلم بدون فهم او انا مش قصدي اي حاجه بس لازم لما الناس تتكلم في حاجه زي كده يا ريت نتكلم بشويه عقلانيه اه طبعا انا معاكم كل الناس معاها ان موضوع الفيديو باين وواضح لا 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 الناس معهاش حق وموضوع الفيديو مش باين بص كابتن يوسف اتكلم براحتك احنا مش هنوصل لمرحله ان احنا نخاف نتكلم عشان السوشيال ميديا هتعاقبنا لا السوشيال ميديا مش ربنا اتكلم براحتك انا لو خايف ما كنتش اتكلمت اتفضل
بس حضرتك انا بوضح لك ان الناس شايفه ان موضوع الحادثه لا ده قصده ومش قصده، وبداوا كلهم يتكلموا وانتوا لا انتوا اللي مش فاهمين، انتوا هتكذبوا علينا فطبعا بالنسبه للناس اللي فاهمه الوضع مستفز يعني. ايوه حضرتك دي وقعه عاديه، وقعه حادثه يعني موضوع غير منطقي يعني اللي هم بيحكوا فيه. ايوه واولا شهد ما جاتش من ورا عشان تخبطها، شهد كانت قدام مظبوط. ودي يعني دي بتحصل على طول يعني، عندك بطل العالم ماركو فاندش عمل كده، واقصى عقوبه خدها اللي هو خلوه في اخر المجموعه يعني. حتى لو اقصى عقوبه بتشطب، لا ده شهد اتطبق عليها اقصى عقوبه بزياده يعني بزياده، وساعتها يعني قرار الحكام قالوا ان احنا طبقنا بزياده. حتى رئيس لجنه الحكام قال القرار ده يعني انتوا ظلمتوها في القرار ده اللي انتوا توقفوها سنه، لان ما فيش لاعب توقف سنه بسبب حركه زي دي. ايوه فهم طبقوا قانون صارم عليها وهي وافقت بكده، وما كانش عندها اي مشكله. وكان نفسها تعتذر للبنت. انا مش عارف البنت ليه يعني، انا جالنا يعني معاملتي معاها ان هي بنت كويسه وما فيش اي حاجه، بس انا مش عارف هي ليه عايز توصل للناس البنت رفضت تعتذر. لا يا شادي اعتذرت لها وحاولت تبوس على دماغها وهي رفضت. طبعا اكيد شادي شرحت الاهانات اللي هي اهانت لها طبعا، بس انا مش عايز اتصرف للموضوع ده، بس هي الحادثه الناس فاهمها غلط والله. وقرار الحكام والاتحاد كان لازم يحترم يعني، احنا ليه نلجا بقى للحبس والنيابه وقاتله وتطلع من النيابه الساعه، انا كنت معاها في النيابه لغايه الساعه 12 بالليل. كنت موجود؟ والله العظيم خارجه الساعه 12 بالليل. وخرجت اللي هي اصلا هو هيديها ايه يعني، دي مفروض اصلا على الاقل محكمه رياضيه إيه، وما لهمش علاقه بحاجه زي كده. فاحنا ليه نلجا للحبس والنيابه وما ينفعش ده يكون بيننا؟ ده ما بينفعش يكون عندكم رياضيا، انا عارف رياضيا ما ينفعش، وكده احنا ما احترمناش ولا قرار حكام ولا اتحاد طبعا. وطبعا منشور فيديو ليها في التراك، انا عايز بس اوضح الحته دي للناس كلها. منشور حضرتك فيديو للتراك ليها لمين؟ لجنه ولا لشهد؟ لشهد. اول بطوله عالم لعبتها كانت مع لاعيبه امريكيه. فيبين لك ان فعلا انا مش قصدي حاجه، بس لازم نفهم يعني لازم نفهم انواع السباق. شافوا ان الفيديو شهد قدامه والبنت الامريكيه ورا، فشهد وقعت، قصدي الامريكيه خبطت فيها ووقعت. فقال لك بس هي شهد من زمان. لا انتوا لو فاهمين ان اصلا الامريكيه خدت انذار وجت اعتذرت لشهد، لان هي اللي غلطانه، لان السباق ده اصلا قبل ما يبدا بيتحدد مين اللاعب اللي قدامه ومين اللاعب اللي ورا، وده تكتيك اللي هو اللاعب يلعب على اللاعب اللي ورا ويبص عليه، فكان الغلط من اللاعيبه الامريكيه. فانا بس بوضح الحته دي لان الناس تطرقت للفيديو ده برضه وقالت اهو شايفين. طب انتوا اهو يعني حاجه بتوضح ان انتوا بتتكلموا من غير منطق ولا بتتكلموا من غير عقل. طب ليه نتهم ناس او نتهم لاعبين فاهمين؟ وانت لو كلمت اي لاعب درجات هيفهم ان الوقعه دي موجوده فعلا، والسنده اللي هي سندتها دي اصلا ما خلتهاش تقع يعني. أي. العوجه اي لاعب رياضي هيفهم ان العوجه دي انا لو قصد اوقع حد لو اتعوجت العوجه دي انا اللي هقع. ايوه والله العظيم ما يفهمش ده غير اللي بيركب عجل او اللاعب زيكم. انا فاهم العوجه الغبيه دي اصلا هتوقعها، لذلك اصلا العوجه دي سندتها على جنب، فجنب وقعت هي اصلا اتعدلت وكملت. ايوه اللاعب ساعات لما بيقع كده بيجي له رهبه اللي هو ولا يبص وراه ولا يعمل اي حاجه. انا مش طالع ولا اتهم جنه ولا دافع عن شهر تمام، بس الناس واصل لها حاجه غلط. وطبعا انا زعلان الناس بتتكلم وبتشتم مع وبيقول لك اخلاق ومش اخلاق، بالنسبه للاخلاق اللي هم بيتكلموا بيها دي حاجه مش كويسه خالص. السوشيال ميديا بقت مرعبه للاسف. صحيح ان هم يوصلوا ان لعيبه تتشتم بالمنظر ده. احنا مش بنمثل دوله غير مصر. احنا تعبنا وعيب قوي الشتائم اللي احنا بنشتمها. احنا يعني مش جايين من الشارع، احنا ناس متربيين ومتعلمين الحمد لله. اكيد ليكوا كل الاحترام يا كابتن. عيب قوي الشتائم، عيب قوي وعيب الرد اللي هم بيردوه ده، لان هم للاسف ولا فاهمين ولا راضيين يفهموا ولا راضيين يستوعبوا ولا راضيين يسمعوا اي حد. للاسف ولا راضيين يحترموا ولا قرار حسام ولا قرار الاتحاد. لا احنا عندنا فيديو شايفينه اللعيبه دي عديمه الاخلاق. كابتن يوسف لو هتمشي بالفيديو في كل واقعه الدنيا هتخرب. انا قلت انتوا لا ولا تبصوا لكلام الناس على السوشيال ميديا ولا تبصوا للتعليقات، وسيب اللي يقول اصحاب القرار هم اللي ياخدوا قرار العالم كله.
وقعات المقصوده كمان يعني بقول للناس تخش تتفرج على وقعات عاديه، لا الوقعات المقصوده وقرار عقوبتها عامل ازاي، والاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي لو في حاجه ما تبعت له الفيديو، الاتحاد الدولي تبعت له الفيديو وعاد العقوبه تمت عن طريق القانون اللي طبقه الاتحاد الدولي. أيوه. لو في مشكله ما كانتش هيدرج اسمها في الاولمبياد، فانا عايز افهم يعني الناس اللي هتقرر، يعني انا عايز افهم الموضوع ده. ولا مش طالع طبعا ادافع عشان اتحايل اللي هي تروح الاولمبياد، بالعكس انا بشكرك انك طلعت قلت كلمه حق. انا متضايق لان ليه يعني احنا مش فاهمين في اي حاجه والسوشيال ميديا مرعبه وانا مش عارف ليه كده، انا مش فاهم. يعني مش عايزاكوا تتأثروا باللي حصل، زوبعه وهتعدي، وانت تعلم اكتر مني يومين والموضوع هيروح بالظبط كده. انتوا ركزوا في منتخبكوا، ركزوا في البطوله، ان شاء الله شهد تكون معاكوا. بشكرك لوجودك معايا وبشكرك على جرأتك وصراحتك وشجاعتك، دي اخلاق الرياضي الاصيل، انه لو لقى زميله، هي دي الروح الرياضيه، يشهد مع زميله باللي شافه مش يروح يعمل فيه محضر. بشكرك شكرا جزيلا. لاعب يوسف زكي لاعب منتخب مصر الدراجات، هقول حاجة أخيرة، سواء القرار طالع من مين، أنا مش خبيرة ولا ضليعة أقول القرار طالع من مين. يا جماعة مرة تانية أرجوكوا القائمين على القرار، البنت تعاقبت، شهد تعاقبت وطلع عليها تلات عقوبات والتزمت بيهم محليا، أكتر من كده بندبح البنت دي اللي عندها 19 سنة، هتقعدها في البيت، مش هتلعب لك منتخب بطولة تاني. الناس العادية اللي برة ما ينفعش تمشيكوا يا جماعة، ما ينفعش هي اللي تصدر قراراتها وهي اللي تقول لكم اه ارجع انتوا. انا لو قائمه على الموضوع ما عدتش فتح تحقيق تاني، انا غير قائمه على الموضوع، بس انا لو عندي الكيس دي او الحاله دي خلاص الموضوع، الفيديو كان موجود واتعاقبت، افتح بقى تحقيق بجانب بتاع شهد ان عندكم رياضي ولاعبه راحت عملت محضر في زميلتها وده عندكم ممنوع، ده ممنوع، ولا احنا هنصب كل غضبنا على شهد ونسيب اللاعبه الاخرى؟ مش المحضر ده عنده رياضيا ممنوع؟ اني ادخل بنت عندها 19 سنه النيابه اكيد مرعوبه، انا عارفه احساسها، واهددها اقول لها احبسك ليه؟ احنا فين؟ وجبتوا منين مصطلح شروع في قتل؟ جماعه انتوا بتلعبوا دراجات ووقع، ده انا وقعت، انا بركب عجل لحد ما كنت في رابعه جامعه، ياما وقعت ناس وناس وقعوني. العجلة ملهاش كبير، أمال بتوع الفراري يعملوا إيه والسباقات الكبيرة؟ محضر شروع في قتل؟ سألتي محامي؟ هل قانونا مفيش حاجة اسمها كده في القانون أصلا؟ بنت عندها 19 سنة راكبة عجلة هتعمل شروع في قتل؟ إحنا بنقول أي كلام. أنا متضايقة جدا من إمبارح عشان البنت اللي نامت متنكدة. أنا أول مرة حلقة أطلع فيها متضايقة بالطريقة دي. السوشيال ميديا مش هتحكم على البنات، على البنات المهذبين المحترمين اللي قاعده في بيت ايه عشان ما ردتش. البنت كانت خايفه تطلع معانا على الهوا. بترعبوا الناس، بتشتموا الناس ليه؟ انت فاهم يعني ايه اصلا بطوله دراجات ولا مين خد انذار ولا مين ما خدش انذار؟ هو احنا بنلعب عجل في الجنينه يا جماعه ولا تحت البيت؟ دي ليها قوانين وقواعد وكذا وكذا وكذا. ولا احنا بقى سبقني وضربني وشكى وسبقني واشتكى فناخد مين اشتكى الاول نبقى معاه؟ لا مش مسموح. وارجو ان اللاعبه الاخرى جنى ولا جنى تكتفي، جنى عليوه ارجوكي اكتفي بالكلام على زميلتك، خلاص انف، لا شهد تتكلم ولا جنى تتكلم، ما تدخليش في النوايا، اصل اختي كانت في مش عارف فين والمدرب ما لعبهاش، انا شفت اللقاء وشفت فيه بين السطور طريقه مش لذيذه بين اللاعبين، ما تتكلموش على بعض تاني. وما تصدريش احكام، ومالكيش علاقه، اذا سافرت هتبقى الاخيره، ايه ده؟ انا منحازه لشهد لان شهد غلطت من غير قصدها. عشان بس لو نهايه الفيديو تقولوا ياسمين منحازه، منحازه للحق، منحازه البنت عندها 19 سنه بهدلتوا املها. وان شاء الله يوم الحد تاخد عقوبه في مصر محليه او عقوبتها اللي اتاخدت دي تتطبق، ولكن ده ما يكونش ليه علاقه بالاولمبياد. اتمنى اصحاب القرار، وانا هفتح الموضوع ده تاني ان شاء الله في انترو يوم الحد، ان شاء الله ما يكونش ليه علاقه بالاولمبياد، دي غلطه غير مقصوده، وقعت من على العجله. قصه بقى شتمتها وشتمتيني وزقتها ودوار الكواليس دي قصه تانية، موضوع بنات ده احنا لينا باللي حصل في السباق. نقطه. معانا بعد الفاصل
هنتكلم عن فتاوى كتير اثارت الجدل الفتره اللي فاتت، هنناقشها مع طبعا دكتورنا الكبير الشيخ احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. وهنا عايزه اقول حاجه يا جماعه، عشان كان في حلقه سابقه ليا مع الشيخ احمد كريمه، لما بيكون عندي شيخ دين او شيخ جليل لكل حادثه حديث، انا من نفسي بحب احط الحجاب او الطرحه، ما حدش بيقول لي، لانه بلاقي بعد الحلقه كم تعليقات كتير، اصله الشيخ قال لها، اصله طلب، والله لا الشيخ بيطلب حاجه ولا في اي طلبات لينا، ولا انا من نفسي كده كده بحس انه كده حلقه كده روحانيه، بنتكلم عن ربنا وفاتحين التليفونات وكده، فالواحد كده بيكون احترام بيجل الشيخ بتاعه. انا زمان كنت اجل مدرسي واجل استاذي في الجامعه واجل دكتوري في الجامعه واجل الشيخ لو انا قاعده معاه، لو حصل وقعدت معاه، هو احنا كده، انا اتعودت على كده وتربيت كده، لا حد طلب مني ولا حد بيقول لي اعملي او ما تعمليش، انا بعمل كده لوجه الله احتراما كده للقعده. توضيح ده بسيط يعني، حبيت اوضحه.